المرحلة القادمة. طبعا هو اعتذر ان هو يبقى متواجد في انتخابات القادمة يا استاذ عماد، يعني طبعا كدكتور يعني طبعا شخصية محترمة عماد بأمانة بيه يعني. طبعا بلا شك راجل، وعلى فكرة هو شيء جميل برضه ان الواحد يحس ان هو يعني ادى دوره، وانه ما فيش اي مانع ان هو يترك المكان لحد اخر. صحيح، لكن بلا شك ان هو هيكون يعني سبورت موجود، ولو طلبوه في اي حاجه او في اي مشوره او في اي مكان، انا اعتقد ان اي حد بيحب المكان اللي اتربى فيه واللي اشتغل فيه ان هو لا يمكن ان هو يرفض. صحيح. ان هو في مراره عند استاذ عماد تحس كده؟ هو مراره من اللي بيحصل، مراره من الوضع الموجود، مش مراره من النادي الاهلي كنادي اهلي. لا طبعا، لا لكن طبعا. هو مراره مما يحدث في الرياضه في مصر. مراره ان انت يعني ما ينفعش ان يبقى في ناس بتعمل كل حاجه. هي اللي عاوزه تحدد الانتخابات، هي اللي عايزه تجيب مين وما تجيبش مين، هي اللي عايزه يعني تشجع، هي اللي عايزه اللي مش عاجبها تمشيه، واللي عاجبها يجي. وابقى زعلان جدا لو اللي انا عايزه سقط او لم يوفق. الكلام ده كله لا، المفروض ان في مناصب انت بتترفع بيها، تترفع فيها عن الحاجات الصغيره دي. يعني انا راجل دلوقتي مثلا رئيس نادي، وفي لجنه من اللجان فيها انتخابات، انا ليه انصر حد على حد ليه؟ صحيح. في الحقيقه دكتور حضرتك موجود معانا، حضرتك الامور مستقره في اتحاد الكوره، وبالرغم من ذلك واضح جدا مقالاتك هو حزنا على ما يحدث في الرياضه المصريه. فده ده إيه؟ لا انت انا لما باجي اكتب ماليش دعوه باتحاد الكوره بغض النظر، ما هو ماليش دعوه. انا الناس هتقول لك طب ما انت الدنيا تمام عندكم في اتحاد الكوره ومفيش مشكله بالنسبه لك، لو ما حدش يقدر يجي جنبنا كمان. بالظبط كده. واللي يجي جنبنا اديك شفت بيتعض. واخد بالك؟ فلا، دي حاجه ودي حاجه. انت ماسك قلم، يا اما تبقى امين وانت ماسك القلم، لان انا مش مستعد ان انا ابقى قلم في ايد حد. بل حضرتك لا يمكن. انا اولا راجل هاوي، انا لا باخد فلوس من المصري اليوم، ولا لما كنت في النهار كنت بتقاضى اي اجر. بالعكس، كان في حاجات كتير انا كنت بعملها. فانت بتكتب علشان بتحب الكتابه، وعلشان عاوز تطلع حاجه انت يعني حاجه جواك. يعني انا اخر مقاله دي فعلا كنت ناوي ان انا اقفل الموضوع ده، وناس كتير كلموني، وفيهم ناس انا بحترمهم وبقدرهم، وقالوا لي يعني كفايه بقى كتابه بقى على اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب ومش عارف ايه وبتاع. قلت لهم حاضر. يعني قلت بقى فعلا، قلت برضو انا هبقى بايخ بقى انك ايه يعني ايه تقعد كل ما 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 ما, ما تكتب او كل ما تطلع تتكلم في نفس الموضوع بتبقى بايخ. جيت الاسبوع اللي فات ما قدرتش. من اللي انت شايف؟ والله ما قدرت. طب ما هي دي الامانه. خد بالك ازاي؟ ما قدرتش. الامانه وخوف على الرياضه. صحيح. يعني انا عاوز اعرف، يعني انت يا السيد رئيس اللجنه الاولمبيه الحالي، والمفروض انك تبقى الرئيس القادم 99% الا اذا حصلت حاجه احنا ما نعرفهاش، ما تسيب حد يترشح ضدك، تزعلان ليه؟ وبعدين ايه العك ده؟ ايه العك ده؟ انتخابات تتحدد، وبعدين الناس تشال، وبعدين يجي جواب من الاتحاد الدولي يقول لك لا، الانتخابات تتعمل على اللائحه الموجوده، وبعدين اللجنه الاولمبيه تقول لا، وبعدين الاتحاد الدولي يبعت تاني، وبعدين هو اللجنه الاولمبيه تقول للانديه ابعتوا جوابات انكم مش عاوزين انتخابات في يا عم ايه ده يا عم؟ يا عم ايه ده يا عم؟ ما تسيبه ينزل يا عم. ما لو انت مش ضامن ان مش واثق من نفسك انك تكسب يبقى تروح. يعني انا ضد حكايه الاعتراضات والطعون والكلام ده كله. طب ازمه اتحاد الكوره مع اللجنه الاولمبيه يا دكتور، انت شفتها ازاي برضه؟ هل دي امتداد لنفس الطريقه والكلام اللي احنا شفناه في الفتره اللي فاتت؟ انا هقول لحضرتك، وده مش تعصب والله. ازمه اللجنه الاولمبيه مع اتحاد الكوره هو ما فيش ازمه. هي كانت ازمه اتحاد الكوره مع الوزاره، مع من اصدر او من يعني ايه تدخل ودخل وحط مناخيره في قانون الرياضه.
لكن هو من اول يوم انا اعلم ان اللجنه الاولمبيه كانت عاوزه تحط في القانون خبر حضرتك ان من وفق اوضاعه لا يطبق عليه القانون الجديد. لكن ممكن تكون حاجه في نفس يعقوب، ممكن يكون اغفال عن قصد او غير قصد، ماشي، اتشالت الجمله دي. وبالتالي حصلت المشكله مع اتحاد الكوره. لما المشكله علت، ماشي، اللجنه الاولمبيه هي غصبا عنها اصبحت طرف، رغم ان هي في الاول حذرت. حذرت، لكن برضو ايه، ما هو يعني انا كنت اتمنى ان دايما المسؤول، اي مسؤول في الرياضه، في اقتصاد، في تموين، في نقل، في اي حته، ماشي، لازم يواجه، لازم يتصدى، لازم يكون موجود في الايه الميتم وفي الفرح، لكن ما ينفعش ان انا ابقى موجود في الفرح بس. يعني دكتور عارف حضرتك انت بتقول لي يعني كان في تحذير في هذه الجزئيه بالذات خاصه باتحاد الكوره والتوفيق الاعضاء، ده بنفسي من اعضاء اللجنه الاولمبيه. هل يعني ده معناه اللي بيحط القانون او بيحط البنود بيبقى مش متفاهم الوضع والوضع الحالي بالنسبه له؟ هو حاجه من اتنين، يا اما ما عندوش الخبره الكافيه، ماشي، او حاجه من ثلاثه، يا اما ما عندوش الخبره الكافيه، ماشي، ولقى نفسه في مكان هو ما هوش قده، دي واحده، يا اما هو عنده اهداف شخصيه فبيحاول يحققها بطريقه او باخرى، ماشي، يا اما الحاجه الثالثه ان هو ايه بقى، يعني هي كده والصح كده ولازم يحصل كده. طب انت بعد كده ما انت فوجئت ان انت ما انتش قد الكلام ده، يعني انت يا وزاره ما رجعت في كلامك. يجي يقول لك ما هو حاولوا يحلوها وراحوا الفتوى والتشريع. طب وحد قال لك تروح الفتوى والتشريع؟ يقول لك ما الراجل حلها بعد كده ان الوزاره سحبت الطلب بتاعها من فتوى والتشريع. هو اساسا حد طلب منك تروح الفتوى والتشريع؟ ما حدش طلب منك. فيعني اللي ربطها يحلها. لكن للاسف لا، مهندس هاني ابو ريده هو اللي حلها. بالشكوى اللي حلها بالصح. حلها وعلى فكره يعني احنا مش هنقول ان المجلس بتاعنا، هي كانت شكوى يعني ولا كان استفسار يا دكتور؟ لا، مش هنقول ان المجلس بتاعنا ده مجلس مثلا تسعه يعني واقعين في عشق بعض، واخد بالك، لكن لسه اول سنه بسبب بعد انتخابات كانت عنيفه، كان فيها بعض الناس زعلانه من بعض، يعني انت عارف بيبقى فيه بعض الاثار بتنتج بعد الانتخابات. لكن هو من اول لحظه قال لك انا مسؤول على الثمانية اللي معايا، واحنا انتخبنا ان احنا نقعد 4 سنين، وانا بقول لكم احنا هنقعد 4 سنين. وكان رافض تماما فكرة ان تحصل انتخابات تكميلية على او تحصل انتخابات كلية على لمدة 3 سنين اللي جايين. في حاجات هو ممكن بصفته الدولية شايفها صحيح، راجل من سنة 89 أو 90 موجود في اتحاد الكورة. فللأسف المفروض اللي مش شايف يسأل أو يقعد يتعلم لغاية ما يشوف. صحيح، عشان تطلع حاجة مظبوطة. بالظبط. طيب يعني من هذه الأزمة أروح لأزمة النادي الأهلي. كان المفروض يعني أستاذ عماد وحيد وهو إحنا بنتكلم على أزمة النادي الأهلي برضو في ظل الأزمات اللي موجودة من وقت ما اللجنه الاولمبيه مسكت هذه الجزئيه الخاصه بالرياضه في مصر وبقى ليها هي الصيت في هذه الجزئيه، بتشوف الازمه بتاعت النادي الاهلي ازاي، خصوصا بقى بعد ما تم التصويت للائحه الخاصه بالنادي الاهلي من 15,000 عضو، يعني ده رقم يعتبر بالنسبه لاقوال كبير. انا ليه رايي في الموضوع ده قلته من اول يوم، هي ازمه بلا ازمه. ماشي، هي ازمه بلا ازمه. اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، ماشي، صمموا على شيء انا شايف ان هم كان ممكن ما يصمموش عليه، اللي هو موضوع اليومين. تمام، هو مش غلط، لكن كان ممكن تتجاوزه. اللجنه الاولمبيه صممت على موضوع يوم وموضوع مقر الجزيره بس، رغم ان هو حسب معلوماتي
ان موجود ان في مقر اسمه مقر مدينه نصر وليس فرع. فيعني ده مسك في حاجه كان ممكن يحلها من ناحيته، لان انا عارف ان المجلس الاداره الحالي كان عنده القدره على الحشد وعلى ان هو يجيب الناس كلها في يوم واحد ويصوت. صحيح. في نفس الوقت هو اللي اللجنه الاولمبيه برضو، او مش اللجنه الاولمبيه، من يحرك اللجنه الاولمبيه، عشان ما نديش اللجنه الاولمبيه اكتر من حجمها. ماشي. من يحرك اللجنه الاولمبيه دكتور يعني ماشي، من يحركها هو اللي تسبب في كده. يعني ايه المشكله ما على يومين، وايه المشكله ما على يوم؟ موضوع اتصاعد والوقت ضيق جدا. ما هو اساسا موضوع 30 نوفمبر ده موضوع غلط. موضوع ان انت عاوز تنهي كل المولد ده وكل الفيلم ده، غلط اصلا الانتخابات دي كلها سواء اتحادات طبعا أو غلط جدا. ده انت دلوقتي ما بتعرفش تنام من الناس. عندك يعني احنا في اسكندريه عندك كان انتخابات نادي سموحه يوم 3 الانديه الصغيره يوم 3 بكره في انتخابات نادي اليخت ونادي الاجيال، يوم 17 في انتخابات النادي الاولمبي، يوم 24 الاتحاد وسبورتنج. انا بكلمك على مدينه اسكندريه بس. مش حال بقى في القاهره اللي فيها عدد الانديه الغير عادي ده. ماشي. انت حتى سلقت القانون واصبحت عندك مشكله في الشركات. هو انت حد يعرف دلوقتي شكل مجالس اداره انديه الشركات هيبقى شكلها ايه؟ هتبقى فيها حاجات فجه. فهو يعني هو انا علشان يعني اوصل للنهايه اقتل كل الناس؟ ما ينفعش. ما اتخذتش بالعقل. لا لا طبعا، لا لا لا، اصل مش كل حاجه لازم تقول فيها طيب حاضر نعم. مش كل حاجه. ليه؟ لان برضو انت لما بيكون عندك تقتنع بوجهه النظر ويكون عندك الحجه بتقدر تقنع من هو اكبر منك او من هو مسؤول عنك. لكن حكايه اللي هي المجندين بتوعنا اللي هو تمام يا فندم وهو ما سمعش الامر اساسا، ده بيودينا في داهيه. طب استكمالا لمشكله النادي الاهلي، بتشوفها هتروح على فين يا دكتور؟ هو طبعا خلاص يعني احنا انتخابات النادي الاهلي ان شاء الله هتبقى في اخر الشهر باللائحه الاستشاريه اللي بعتها اللجنه او بعتتها اللجنه الاولمبيه، ولكن ما زال النادي الاهلي او المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الحالي بيتكلم ان هو ماشي في الطريق حتى لنهايته بالنسبه لهذه المشكله. والله انا اتمنى الانتخابات ما تتعملش. واتمنى ان يعني انتخابات كتير قوي يتقدم فيها طعون وتلغى. لان انا شايف ان كل ده كان غلط، وكل ده كان سلق بيض، وكل ده امور يعني بنيت على 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 على, على حاجات هشه مفيش اساس. يعني ممكن بعد انتخابات النادي الاهلي نشوف الانتخابات باطله؟ يا ريت. لا، بعد ما تخلص الانتخابات ممكن نلاقي الانتخابات باطله. يعني كل شيء ممكن. انت هترجع لورا تاني يعني؟ عارف. لا انا مش هرجع لورا. هرجع لورا ليه؟ يعني هو دلوقتي انت لما بتبني دور غلط ما انت لازم تهده عشان تبنيه صح. طب ما احنا قلنا من الاول احنا عايزين نبنيه صح. ما احنا قلنا لكن ما حدش سمع. ما حدش سمع. فخلاص ما بقى اللي غلط يتحمل مسؤوليه غلطه. ما هو كل واحد لازم يشيل شيلته. مش انا اغلط وغيري يشيلها. يعني انا لو من المهندس هشام حطب لا يمكن كنت اوافق ان انا اشيل الشيله دي. يعني هو في منتهى الشجاعه ان هو شال الشيله دي. يعني انا متفق معاه في الحته دي بس بقيت تصرفاته لا. ازمه الاهلي هتخلص عليها يا دكتور؟ معرفش. بس انت من وجهه نظرك مركز التسويه ده مركز التسويه ده ده القضاه. وانا اعلم ان ناس محترمين، وعلى فكره ما يعني ما لو اتقال ان هم جايين وبيسمعوا الكلام ومش عارف ايه، لا الكلام ده مش مظبوط. لا الكلام ده مش مظبوط. ربما يمارس ضغط، في ضغوط تمارس، بس انا اعتقد ان هم لن يقبلوا هذه الضغوط. هي ناس بتتعامل مع ورق، وانا في حالات شفتها وبتتعامل مع ورق. طب موقف النادي الاهلي وموقف المهندس محمود طاهر بتشوفه ازاي؟ في هذه المشكله بالذات. لا هو المهندس محمود مقتنع باللي عمله وقانونيه اللي عمله، وبالتالي هو ماشي في الطريق للاخر. هم ممكن يشوفوا غير كده. لكن انا كان ممكن لو انا مكان المهندس محمود طاهر ان انا كنت من الاول ايه ريحت نفسي، وعلشان
ما يشغلنيش بامور جانبيه في الانتخابات. تمام. طيب خلينا نطلع لفاصل يا دكتور ونرجع يا عم نطلع زي ما انت عايز. كفايه مشاكل بقى. لا مفيش مشاكل، عايز نروح برضو. لا كفايه كده يعني. يا نهار ابيض يا دكتور، منور انت، خصوصا انت مسافر بكره يا دكتور ان شاء الله كرئيس لبعثه المنتخب ان شاء الله، اللي هتقابل ماتش غانا ان شاء الله هتكون موجود. المهندس هاني لسه مبلغني بالكلام. طيب يلا، ده خبر لينا لسه حاصل. المهندس دكتور كرم كردي هو رئيس بعثه المنتخب ان شاء الله لمباراه غانا. خلينا نطلع لفاصل وارجع طبعا نكمل كلامنا مع دكتور كرم كردي وحديثه الشيق طبعا عن ازمه الرياضه المصريه في التوقيت الحالي ومستقبلها ان شاء الله.